بواقي زيت الفراخ، بواقي زيت السمك بنشتري الكيلو ب5 جنيه، بواقي زيت الطعام، بواقي زيت الفراخ، بواقي زيت السمك بنشتري الكيلو ب5 جنيه. ده حضرتك بتيجي حضرتك مصانع الصابون بتاخدها، مصانع العلف بنبيعها يعني للناس زي كده، بنبيعها لمصانع الصابون ومصانع العلف، بنوديهم مصانع تمام. بس ما نعرفش بقى هو بيعملوه ازاي، يعني احنا بنوديه لكن بيتعمل ازاي بقى ده ما نعرفش عشان مش احنا اللي بنعمل. طب وبالنسبه للاعلاف برضو نفس الكلام، بنوديه وهم بيتعاملوا. بتوديه لفين بقى يعني التاجر فين بياخده؟ حسب بقى، في اكتوبر، في المعادي، في الشيخ زايد، مخازن هناك وكده. مخازن بتبيع انت الكيلو، يعني انت بتشتري الكيلو ب5 وبتبيعه مثلا حسب بقى ما هو المزاد راسي على قد كده، بيبقى فيه مزادات اهو ب5. في ناس بتشتري في مناطق ب10، في مناطق ب15 كيلو الكيلو وبيجازي معاك انت كأنت واحد بتشتري شغال وكده. طبعا مش هشتغلها، مش هتشتغلها. هقعد بالك قد ايه في الشغلانه دي؟ بقالي 2 سنين اهو جازيه معاك عامه. الحمد لله يا باشا. في كل مناطق، يعني في مناطق بقول لك احنا شغالين هنا ب5 حضرتك، في مناطق شغاله ب10، في مناطق شغاله ب15 كده. ده حسب الاسعار، حسب الناس اللي عارفه او فاهمه. المناطق اللي عارفه والمناطق اللي فاهمه بتروح. طبعا عمرك ما هتلاقيها ب5، هتلاقيها ب7 وهتلاقيها ب8 وهتلاقيها ب10 وهتلاقيها ب15 كده. لكن هنا ما حدش لسه يعرف مستوى، واللي يعرف يبقى عارف من على النت الكلام ده، فبيقوم جاي منزل بقى الحاجات اللي عنده وزيت الفلاحين هتلاقيهم هم اللي بيقولوا لك، الحريم اللي بتقول لك احنا بنعمل بيه صابون، يعني هم عملوا قبل كده منه. بس طبعا تبقى الريحه غير ريحه المصانع، بيحط عليه مواد عشان الريحه بتاعته.